وحتى حديث المبشرين بالجنة أتمنى إن أنتوا تثبتوهولي إن هو صحيح، إن أنتوا القول خلال 48 ساعة بتبدلوه، وبتتطاولوا على الناس لما يواجهوكوا بالحقيقة القاسية. لما أنت حضر بأي حق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ياخد مفاتيح الكنيسة؟ بأي حق؟ أنت في حد مسيحي خد مفاتيح الجامع عندك وأنت موجود في دولة أجنبية؟ بتدعوا العدل، لا شفنا عدل ولا يحزنون، وإحنا ورثنا ميراث دم نسائنا بيدفعوا تمنوا دلوقتي في البلاد. كل الأجانب اغتصبوا النساء العربيات زي ما أنتوا عملتوا في النساء الآخرين. الناس رموا الدين في وشكوا مجرد ما سبتوا دولهم، لأن أنتوا كنتوا فاشيين وكنتوا بتبرعوا أن أنتوا حكوا على الناس. نشر الإسلام يا أخوانا كان محتاج مصحف وداعي، ما كانش محتاج دكتورة. ده قولي. شكرا. معلش ان انا استعملت تمام. تمام. بعد معلش انا خليكي بس انا بدحكي معاكي. لا 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 عشان بيشتموني في انا لا لا قفلنا الشات والله. في ناس هنا شتمتني وانا نازلين من نظري أستاذ. فعلا انا ما بحبش اقعد مع ناس ما بيحترمونيش، وانا اساسا ما بحترمهمش. لا لا الك كل الاحترام. ثاني وجاوبي على الاسئله او جاوبي للناس. لا لا دكتوره انا بس بدي اعلق. الصحابه لا عندهم عدل ولا يحزنون تصارع الصوت الصوت واطلب. شكرا جزيلا. السلام عليكم. في 60,000 داهيه تمام. طب هي قالت نقطتين، النقطة بتاعت أول